كلنا بيبقى عندنا بواقي العيش الفينو وبنرميها، لا النهارده انت مش هترميها، احنا هنحرقها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. بصوا انا حرقتها خالص ازاي، وهقول لك دلوقتي انا هعمل بيها ايه. بصوا انا لما بيبقى عندي عيش خلاص بقى بات ومش هينفع ان انا اكله لانه هو خلاص نشف وكمان بيفرول، بعمل ايه بقى؟ بصوا انا بفتح الرغيف كده اتنين اهو زي ده كده، بصوا اهو بفتحه اتنين بقسمه كده من النص كده، وبفتحه اتنين بالشكل ده، وبعمل ايه بقى؟ برفعه على النار لحد ما يتحمص خالص. بصوا انا كده ولعت عليه اهو على النار، كل شوية هبدأ بس ايه اقلبه كده، يعني اخلي الوش اللي فوق يبقى تحت كده بالشكل ده، بحيث ان انا يعني احرقه. عايزاكي تحرقيه خالص، تخليه كده اسمر خالص خالص ويتحرق تماما. تمام، كل شوية قلبيه اهو بايديكي كده بالراحة، وطبعا تبعدي ايدك شوية عن النار لحد ما يتحمر ويبقى فحمة معاكي. بصوا بقى كده وصل للمرحلة اللي انا عايزاها، خلاص كده بقى هبدأ اطفي. انا عايزاه محروق خالص زي ما انت شايفة كده، تمام، هطفيه واسيبه بقى لحد ما يهدى ويبرد خالص، وهقولك هعمل. خلاص سبته لما برد معايا اهو، بصوا حرقته خالص ازاي على النار زي ما انت شايفين كده. بعد ما نزلته من على النار اهو وسبته بقى لحد ما برد خالص معايا، عايزة اقول لكم ان هو هيتفرفط معايا بكل سهولة. هبدأ بقى احطه هنا في الخلاط بتاعي واطحنه كويس جدا وانعمه خالص لحد ما يبقى معايا بودرة اهو. ببدأ بقى ايه اخد كده احطه اهو، هحطه بقى هنا في الخلاط وابدأ اطحنه بحيث ان هو يبقى معايا بودرة ناعمة خالص. انا كده طحنته اهو زي ما انتم شايفين، بصوا بيبقى شكله عامل زي الفلفل الاسمر. معايا طبق هنا انت بقى عينيه في علبه علشان هتحتفظي بيه، وهقول لك هعمل بيه ايه دلوقتي. انا هحطه بقى هنا في الطبق. بصوا يعني انا طحنت رغيف تقريبا ونص، بصوا عمل معايا كميه حلوه اهو، بصوا الكميه دي. هبدا اعمل ايه بقى؟ هناخد بقى من المكون اللي انا عملته ده معلقه واحده فقط، ده بقى تعينيه في علبه وتستخدميه زي ما هقولك دلوقتي. هاخد معلقه منه كده مش كبيره، يعني اهو نص معلقه تمام. ومعايا هنا الميه، الميه العاديه بتاعتنا، هاخد برضو منها يعني معلقه واحده كده بحيث ان انا ابلله، بس اخليه مندي كده مش كتير اهو. هخلطهم كده تمام. بعد ما خلطته كده معايا هنا ايه؟ معايا معجون الاسنان، هاخد برضو القطعة صغيرة قوي من معجون الأسنان كده، وهبدأ أخلطها بالشكل ده وأقلبها كويس جدا أهو. وبعد كده بقى هعمل إيه؟ معايا الفرشة بتاعتي، هاخد بقى الكمية دي على الفرشة أو ممكن أخدها على مرتين أهو، وهبدأ أفرش بيها أسناني. عايزة أقول لك تحفة جدا جدا، بيخلي السنان زي اللؤلؤ بجد تحفة. أنا عن نفسي لما بعمله وعبيه في بروتين كده لازم أغسل سناني كل يوم قبل ما أنام، وأول ما أصحى النوم الصبح بعمل الخلطة ديت كده وبشيلها في التلاجة، أستخدمها مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. الكمية التانية دي برضو هتكفي إن أنت تاخديها للمرة التانية الصبح وبالليل. عايزة تستخدميها مرة واحدة عادي برضو استخدميها مرة واحدة، بتخلي السنان زي اللؤلؤ، مش هتحتاجي ان انت مثلا تروحي تنضفيها بقى كل 6 شهور زي ما بنعمل، لا استخدميها بس وحافظي على سنانك وداومي عليها، ان شاء الله بتدي تفتيح حلو قوي للسنان وبتخليها جميله، بتشيل الجير لو انت برضو سنانك فيها اصفرار كده، بتطلع الاصفرار الموجود في الاسنان. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهارده، الوصفه دي حلوه جدا، وعايزه اقول لك الوصفه دي مغربيه ومن زمان جدا انا كنت بعملها، فحبيت افكركم بيها عشان تستفادوا ان شاء الله. متنسوش بقى تشجعوني باللايك، وعايزه كومنت حلو منكم. تنتظروني في فيديو جديد مع جيجي لحياتي. باي باي.